أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق النار ودخول القدر الكافي من المساعدات إلى غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية من نظيرته الفرنسية كاترين كولونا لبحث الأوضاع في غزة. وخلال الاتصال الهاتفي تبادل الوزيران التقييمات حول مختلف جوانب الأزمة.